Good morning, students. Open your learner's book, page 78, lesson 1, What an Amazing House. In our lesson today, we will talk about what a or what an. We can use what plus noun phrase. حتى نعمل أسلوب تعجب. لأنه what a معناها ما. نستخدم هالأسلوب التعجب لك. What an amazing house. First of all, we want to talk about when to say a or an. The rule is really very simple. It depends on the sound at the start of the following word. We use a before words starting in consonant sound. But we use an before words starting with vowel sounds. ركزوا لي على sounds. أنا بحكي عن أصوات. بمعنى أني أنا بختار أ أو آن حسب الصوت الحرف اللي بعديها. إذا كان consonant بحط أ، وإذا vowel اللي هم حروف العلة O, A, I, U, E رح نختار آن. أما باقي الحروف رح نستخدم معهم أ. Look at the first picture. Look. There is a man. He is tall. سوفي بتحكي عنه طبعا بأسلوب تعجب رح تستخدم what a أو what an. هلا الرجل حكينا is tall فأنا رح يصير tall man. أول إشي بحط ال adjective الصفة بعدين النون. نون حكينا اسم. Adjective صفة. الصفة تسبق الاسم. هلا اللي ضل علينا رح أستخدم what a ولا what an. طلعوا لي على tall T consonant so بستخدم A صارت what a tall man. Look at the end of the sentence. There is an exclamation mark. We use it to express surprise or shock about something. يعني there always be an exclamation mark at the end of similar sentences. كل ما تشوف جملة تعجب اعرف انه في نهاية الجملة في عندي علامة تعجب دليل على اني انا بستخدم اسلوب تعجب. Look at the second picture. في عندي view. View معناها منظر كتير حلو. فماكس بده يحكي عن المنظر انه جميل رح يستخدم اسلوب تعجب. فطلع عندي beautiful view. Beautiful view يعني منظر جميل. بالاول بحط الادجكتيف بعدين النون. هلا ضل علي انا متى بستخدم what a what an. رح نطلع على صوت الاول اللي هو اب beautiful اب beautiful. طبعا it doesn't matter if the word is an adjective or a noun. ما بهمني انا بهمني اتفرج على الصوت الاول ومنه انا بستخدم a او an. فطلع لنا هنا عندي الحرف صوته اب so رح استخدم معه a. رح تصير what a beautiful view. بالآخر بحط an exclamation mark حكينا فصارت الجملة ما أجمل المنظر. Go to picture number 3. Look, there is a house. There is a house. هلا احنا بنستخدم a أو an لما نحكي عن noun مفرد عن اسم مفرد. فعشان هيك أنا بدي اياكم تركزوا معي هون. نحكي عن الهاوس هون إنه amazing. Amazing house الصفة ثم الاسم. هلأ ضل علي استخدم what a أو what an. حكينا بنطلع على ال first sound of the word الصوت الأول من الجملة اللي هي عندي amazing والآ من حروف العلة so بستخدم an بتصير what an amazing house وبالآخر بحط exclamation mark. Look at picture number 4. There is a cat. Oscar بتحكينا عنها إنها adorable animal. Adorable means lovely يعني محبوب حيوان المحبوب. فسو رح نستخدم what a ولا what an. طلعوا لي على الحرف الأول عندي a يعني من حروف العلة فرح أستخدم a or an. Yes we will use an. حتصير what an adorable animal وبالآخر بحط علامة تعجب. In this picture there is a boy. The boy is reading a story.
هلا وصف لي القصة بأنها ساد، فشو منح نحط بالأول؟ حكينا الصفة بعدين الاسم، ساد بعدين ستوري، القصة حزينة وصفناها بأنها حزينة. هل رح نستخدم what a or what an؟ نطلع على الحرف الأول مثل ما تعلمنا، عندي حرف الاس والاس من الكونسوننت، فسو بستخدم a تصير what a sad story، ما هذه القصة الحزينة. بالآخر مثل ما تعلمنا بنحط علامة تعجب. Now we want to talk about these photos. استخدام what a what an يعني بنستخدم أسلوب التعجب. هلا الصورة الأولى حكينا عنها إنه what a beautiful view، اللي جنبها في عندي man والman is tall، راح أحكي what a tall man. في عندي house والhouse is an amazing، فبنحكي what an amazing house. The last picture there is a rose. هلا ممكن احكي what a beautiful smell او what a beautiful rose. انتو بتقدروا تستخدموا الادجكتيف المناسب مع الناون. وحكينا رح نطلع على الساوند او الفيرست ساوند، ومنها بتختاروا what a او what an. بعدين ما بدي تنسوا لي اخر اشي علامة التعجب ضرورية. تمام، thank you for watching and goodbye.